رح نروح بعالم التطوع والعمل الإنساني ورح نتعرف فيها على أنشطة مؤسسة سبل التنموية وشو هي أهدافها مع بداية العام الدراسي وشو هن مشاريعهم المستقبلية. رح نحكي أكثر مع عقاب نصر الحلبي مدير التنفيذي. أهلا وسهلا فيك. وأيضا إيمان أبو حمدان مشرف تربوي في جمعية سبل التنموية. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نحكي بداية العام الدراسي ونحكي عن عملية أنه حتوسعوا المراكز الجمعية. خلينا نحكي كمان عنه. يسعد صباحكم. دائما بداية كل عمل بيبدأ طلوع السلم درجة درجة. بداية العمل كنا متواجدين بأماكن متفرقة على مبدأ فعاليات، على مبدأ أنشطة مختلفة متفرقة، أيام معدودة وتنتهي. لكن اليوم نحن توسعنا بمراكز، صار في أطر العمل أوسع، في حاجة ملحة أكثر من المجتمع. بدأنا نتوسع من خلال التشاركية المجتمعية مع بعض الجمعيات، مع بعض المراكز، مع بعض الأماكن التخصصية، سواء بتدريب الشباب أو بعملنا بمجال ذوي الإعاقة. بلشنا نتوسع اكثر لحتى نحن نحدد ماهيه العمل، لحتى نلمس هي الحاجه، لحتى نقدر نغطي جغرافيا المناطق بدمشق وريف دمشق كونه هو نطاق عملنا بيقتصر على هي المحافظتين. بالاضافه ل خلينا نقول نحن اليوم قسم الطفوله المبكره، قسم المراقبه عند الاطفال، ممكن يكون عندهم اضطرابات معينه الاهل ما يعترفوا فيها او ما يلاحظوها، فنحن دورنا هون كمراقب ومرشد للاهل لحتى يكونوا متوجهوا لاقرب مكان، لاقرب اختصاصي في حال الطفل كان يعاني من اي اضطراب سواء كان نمائي او نطقي او ايا كان. بالاضافه لمجالنا بالعمل التدريب الشبابي بالتشاركيه مع جمعيه الوئام بمجالات مختلفه، بمجالات التدريب بالتنميه، بالاداره، بالتربيه، باعداد الكوادر الى ما هنالك. نعم، يعني متابعين نحن اكيد بنشاطاتكم، ولكن ايمان خلينا نحكي عن جديد برنامج التدريب، يعني الشغل الشاغل والخوف هلا المسيطر هو كيف بدنا نحمي اولادنا من الكورونا. يمكن الدرس تحصيل حاصل رح يدرسوا، ولكن نحن كيف فينا نساعدهم ببرامج التدريبيه للعام الدراسي؟ هلا العام الدراسي هذا العام مميز كثير لانه طبعا بهي الجائحه يلي العالميه مميز بالسلب، يعني اكيد مميز بالسلب. نحن كمركز او كجمعيه بنحافظ كثير على النظافه والتعقيم. نحن قبل حتى ما تكون في جائحه النظافه والتعقيم عندنا كثير مهمين، بس هلا كمان التباعد المكاني بين الاطفال، وجود الكمامه على فم الطفل كثير مهم تكون موجوده اثناء الدرس، غسل اليدين بعد الاكل، بعد الحمام، وجود مدربه دائما مع علبه المعقم، طفل لمشي عن الارض وقع، من هاي الامور كلياتها. من اي اعمار بتبلشوا توعوا الطفل لهدول الامور؟ يعني الاعمار اللي عندنا نحن اعمار صغيره، في عندنا سنتين ثلاثه اربعه، بس يعني مع الشغل اللي بيتعود الطفل، اللي بيتعود انه ينظف، بس يشوف قدامه الشيء طبعا نمزج. اكيد بيتعود يروح يغسل لحاله بعد الاكل، بيتعود بعد الحمام اكيد يروح ينظف ايديه بالصابون. كل هاي الامور يعني الاطفال بتتعود بشكل عام، بتغري بتتقبل وبتنمزج مباشره. اكيد الاطفال عم يتعودوا، مثل ما لاحظنا اول ما بيفوتوا على البيت بصيروا فورا بيغسلوا ايديهم، حتى الكمامه يعني حتى الكمامه صاروا حافظين عليها الكمامه، بس ان شاء الله يقدروا يحطوها بالطريقه الصح، يعني ما يتبادلوا بين بعضهم او كذا. اكيد بدهم مساعده من الكادر التعليمي. خلينا نحكي عن انشطتكم بمجال الدمج بين الاطفال، خلينا نحكي شو الجديد. هلا الدمج هو الاهم لما نحن بنتخرج اي طفل من حالات العلاجيه بكافه المجالات او كافه الاعاقات والاضطرابات. لما بيتخرج طفل بده يكون خاضع لفتره علاجيه بيحددها الاختصاصي، بيحددها الطبيب، بيحددها اختبارات مقننه ومقاييس مقننه على البيئه السوريه. بنقدر نحن وقتها نحن هل نلمس هل الطفل صار بحاجه للدمج او قادر على انه يدمج بين الاطفال الطبيعيين من خلال المرافق له، يكون دمج جزئي اكيد مو دمج كلي مباشره. الطفل خلص مرحله العلاج اخذناه وحطيناه هون ممكن يصير عندي مرحله انتكاس، الطفل بيرجع لورا شوي، فنحن بنرجع نحرق له ايام كثيره، فنحن بنعتمد على مبدا الدمج الجزئي. بالفتره الصيفيه اشتغلنا خلال النادي الصيفي على الدمج من خلال المسابح، الحدائق العامه، خلينا نقول اماكن يعني خارج المركز، خارج المنزل. الطفل يتعود على اشخاص مو بس اهله ومدربته، على اشخاص جدد، فهون بلشت تتوسع دائره العلاقات عند الطفل، بلش يكون مفاهيم جديده، بلش عنده ذاكره تخزن بشكل اوسع.
هون الاطفال لما بيخلص مرحله الدمج يكون احنا ايقنين انه هو خلص تمام اموره، بيدخل على خلينا نقول مرحله الرياض، رياض الاطفال، او على المدرسه تحت اشرافنا، تحت متابعتنا ومتابعه بشكل دائم حتى مع الاهل ومع الكادر التدريسي سواء اي كان مركز مكان موجود. تمام ايمان، خلينا نحكي عن فكره الاضطرابات. كثير من الاطفال بيتاخروا بالنطق، بيكون عندهم مشاكل بالسمع او مشاكل ثانيه الاهل ما نن دريانين فيها او ما نن مركزين على هي النقطه. خلينا نحكي اليوم نحن كيف فينا نعلم الاهل او نوعيهم، ان كان من خلال اجتماعات، من خلال وسائل توعوية يمكن هي شغلكم. نعم. لحتى انه ينتبهوا انه انا ابني معه اضطراب ولا ما معه طبعاً. اضطراب. طبعا نحن من فترة عملنا ورشة سميناها اخصائيتي ماميتي، يعني انه هي الام هي الاخصائية للطفل. عملناها ورشة على مدى اسبوع تقريبا، كل يوم يجوا الاهالي، كانت مجانية اكيد. توعوية بشكل عام انه الطفل اذا كان في عنده مشكلة بهذا العمر، تأخر لغوي، فقر بيئي، توحد، اي شيء انت لاحظتي عليه، اي اضطراب. كمان في اهالي بيعرفوا انه اولادهم كذا بس ما بيعرفوا يتعاملوا معهم. كمان او لوين يتجهوا من خلال هاي الورشة علمناهم شو يعملوا، كمان علمناهم كيف يتجهوا، لوين يتجهوا، شو الاجراءات اللي لازم يعملوها، وباي عمر، وباي عمر الخطوره. طبعا كل ما كان التدخل مبكر كل ما كان افضل واسرع للطفل بالشفاء. اكيد. خلينا نحكي عن مثل ما حكينا عن دور الاهل، كيف كان التفاعل بينكم وبين الاهل وشو النتائج؟ هي في نتائج ملحوظه انه طفلهم اكيد عم يتحسن، وهل انتم بتتابعوا الطفل بس يرجع على بيته، وشو هي مخططاتكم القادمه؟ هلا اهم شيء احنا دائما بنقول اي مكان، اي مركز، اي مدرسه، اي معلم، اي مدرب، اي اختصاصي، هو بيقدم له 30% للطفل، 70% دائما هي على الاهل. الطفل عم بيقضي وقت النوم، المعيشه، الخروج، الدخول، يعني كلها اغلب مهارات الحياه عم بيقضيها مع اهله. فبصراحه الام هي بدها تلمس الفرق، هي من عندها. واذا احنا ما كان في تعاون دائما مترافق بين الاهل، يعني على خط واحد بين الاهل والاطفال او بين المراكز عفوا، ما بنلمس هذا التحسن. لانه شو بتعملوا بهيك حاله؟ يعني انتم مثلا عم تتابعوا الاهل بس الاهل صار في تقصير بقصه معينه مع طفلهم، شو دوركم انتم هون؟ حتما احنا دائما هون دورنا التنبيه، دورنا التقييم، دورنا زياره الطفل لبيته لحتى نعرف كيف طريقة تعامله. بنلاحظ أحيانا المشكلة مو ليست من الطفل، المشكلة من الأهل على طريقة التعامل، على طريقة التعاطي. ممكن يكون عنده صار في غيرة، صار في مولود جديد، صار في إهمال من ناحية الأهل، في حالة وفاة، في حالة فقدان، في حالة نفسية أو مرضية معينة، كلها بتعكس سلبا على الطفل وعلى أدائه بالعمل في المركز. هون إحنا دورنا نقيم مباشرة، ندخل نساويها هيك تدخل سريع ومباشر بين مع الأهالي حتى نرجع نوعيهم على طريقة التعامل مع الطفل، وهل هو صار في مراحل متقدمة أو رجع لورا. تمام. عقاب خلينا نحكي، يمكن في مشاريع دائمة ومستمرة وخاصة بعالم الطفولة يلي هو واسع ومرقنا بظروف كتير صعبة، وأكثر شيء يمكن بتأثر على جيل الأطفال يلي مطبوعة بذاكرته قصص لازم تنمحى. نحن اليوم شو هي مشاريعنا يلي فينا نساعد الأطفال، إن كان نفسياً، إن كان من خلال التعلم، أو من خلال يمكن حتى نكشف إذا عنده أي مشكلة سلوكية؟ هلا بالبداية بدي أقول إنه نحن مشاريع التوسع هي كانت من 3 شهور، انطلقنا من خلال 3 شهور بالحملة التدريبية التشاركية مع مركز ملتقى مع جمعية الوئام للكفيفات، بوجه لهم كثير تحية كبيرة. بالإضافة لتوسيع عملنا كمركز لعلاج أطفال توحد صعوبات التعلم بمنطقة الميدان، اتجهنا أكثر نحو منطقة صحنايا بالريف حتى كمان يتوسع العمل، لأنه لمسنا كثير في حاجة بهي الأماكن. في طلب، في طلب، لكن البعد احيانا بيعمل كثير عائق عند الاهل، في خوف، في عدم شعور بالامان، لانه هن بحاجه يطلعوا يشوفوا كيف طريقه العمل. هذا التوسع عملنا كثير مسؤوليه كبيره، صار دورنا نحن انه نفكر حتى مشاريع اوسع على محافظات ثانيه، أي الاضافه لممكن يكون عندنا ببدايه شهر 10 كمان حملات تدريبيه بمحافظه السويداء. خلينا نحكي عن الحملات التدريبيه بشكل عام، كيف عم تكون نتائجها؟ لكل مشروع اكيد له رساله، شو رسالتكم سواء كانت هون بالشام ولا كل المحافظات السوريه، وشو بتخبري الاهالي كمان؟ هلا انا رح احكي ضمن اختصاصي للاحتياجات الخاصه، كثير بيهمني انه اي اسره او اي مكان في طفل عنده احتياجات خاصه ياخذ الرعايه اللازمه، لانه هدول فعلا ملائكه والعمل معهم يعني عمل له ايجابيته كبيره. انت بتشعري بالراحه والسعاده لما تقدمي لطفل احتياجات خاصه وتشوفيه عم يتطور اكثر ما يكون طفل طبيعي.
تمام. فأنا بحب كون كل الأهالي عندهم هذا الوعي. نحن ورشاتنا بتخص الأهالي أكثر من المدربات نفسهم، يعني المدرب له اختصاصه جاي يشتغل بيعرف شو يعمل، أما الأهل مثل ما عم تحكي إنه في كثير أهالي ما بيعرفوا شو يعملوا، ما بيعرفوا إذا ابنهم أصلاً عنده احتياج ولا لا. نحن ورشاتنا التدريبية يعني بنحب نوعي يعني توعوية أخص في الأهل، نخص فيها الأهل، نخص فيها المقربين، دعم نفسي، حتى ممكن ندعم نفسياً الأهالي، لأنه في كثير أهالي هن نفسيتهم تعبانة بوجود عندهم طفل ذو احتياجات خاصة. او بي يعني بالظروف ما في عندهم إيه في ظروف إيه وفي في اهالي ما عندهم تقبل لوجود طفل احتياجات خاصه بالاسره، حتى بيخجلوا مثلا يطالعوا يمكن إيه. قدام العالم يطالعوا على مكان عام مشان انا بعتبره ملائكه، يعني هذول ملائكه ما لازم نخجل منهم. اكيد اكيد. بالختام بتحبوا توجهوا كلمه اخيره ونحن بدورنا بدنا نتشكركم؟ تفضل. شكرا كثير لكم. اكيد اشكر الكادر التدريبي بالكامل، الاختصاصيين، مدربين، معلمين اللي موجودين معنا بالجمعيه، مجلس الاداره، الاشخاص كلهم يلي عم يتعبوا ويقدموا من قلبهم وربهم، رح اقول هيك، الحب، الاهالي اللي بيتعاونوا معنا اهم شيء، لما نحن كمان لكل شركاء المجتمعيين اللي هن معنا متواجدين من 5 سنوات لليوم، اهم شيء نحن بس نحس بهي المسؤوليه، اطفالنا نعطيهم الحب بنلاقي نتائج كثير حلوه. اكيد. وكيف العالم فيهم يتواصلوا معكم؟ اكيد من خلال صفحتنا على الفيسبوك مشروع سبل التنموي، او من على السوشيال ميديا متواجدين اكيد، او عبر زياره مراكزنا سواء بالتضامن او بمجتهد او بصحنايا. اكيد. بتحبي تحكي كلمه اخيره بالختام؟ شكرا موصول لكم استضافتكم لنا. ثانيا انا بحب يعني ان الحكي اللي نحن بنحكيه حكي اقل بكثير من اللي بنشتغله، نحن شغلنا جبار كثير وله مجهود كبير، فيا ريت العالم تقدر مدربي الاحتياجات الخاصة وأطفال الاحتياجات الخاصة. يعطيكم ألف عافية. نحن بدورنا بدنا نشكركم، ودائما يمكن على أرض الواقع غير الحكي كليا. نتمنى لكم التوفيق وتكبر عائلتكم أكثر وأكثر، وتهتموا بالأطفال اللي هن بحاجة لكم. تسلم يا رب. أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، ورسالتكم رسالة المحبة والعطاء توصل لكل المحافظات السورية وحتى للعالم. بنشوفكم بحلقات قادمة وبمشاريع أكبر وأوسع إن شاء الله. شكرا كثير. شكرا لكم.